النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة إلى عاصمة الرواندية كيغالي بدعوة رسمية من نظيره الرواندي للمشاركة في حفل تنصيبه رئيسا لجمهورية رواندا. زينب سليمان. بدعوة رسمية من نظيره رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي من أجل المشاركة في حفل تنصيبه رئيسا منتخبا على رئاسة رواندا، وصل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له إلى مدينة كيغالي العاصمة الرواندية. وفي مطار كيغالي الدولي كان في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق له وزير الدولة بالزراعة والثروة الحيوانية الرواندية السيدة توني أنساه جميرة، وأعضاء الحكومة والدبلوماسيين المعتمدين هنالك، وعدد من كبار الشخصيات الاعتبارية في جمهورية رواندا وكبار رجال قواتها المسلحة. وعقب مراسم الاستقبال الرسمي تم عرضا عسكريا ضخما من مختلف الوحدات. وبعد الاستعراض ومراسم الشرف التي مر بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له، توقف فخامته ووزير الدولة الرواندي في صالة كبار الشخصيات، وعقب استراحة قصيرة توجه فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى حيث مقر إقامته. والجدير بالذكر أن جمهورية رواندا وتشاد تربطهما علاقات متينة في شتى المجالات، والرئيس بول كاغامي وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يتقاسمان آراء مشتركة فيما يتعلق بالتكامل الأفريقي. هذا ولقد شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حفل تنصيب رئيس دولة رواندا بحضور عدد كبير من قادة ودول رؤساء. زينب سليمان. شهدت ساحة السلام بمدينة كيغالي العاصمة الرواندية حفل تنصيب رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، وقد شارك في هذا الحفل عدد كبير من قادة الرؤساء ومفوضي الدول الأفريقية، من بينهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له الذي كان له حضورا مشرفا في هذا الحفل، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الروانديين ومسؤولي الهيئات والمنظمات الدولية العاملة برواندا. وتأتي هذا التنصيب بعد أن فاز بول كاغامي بأغلبية ساحقة في الدور الأول على منافسيه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا بتاريخ 4 أغسطس من الشهر الجاري في جمهورية رواندا، والذي أحرز على نسبة 98% من الأصوات. مناسبة حفل التنصيب بدأت بعزف النشيد الوطني لجمهورية رواندا، ثم الكلمة الترحيبية التي قدمتها وزيرة خارجية رواندا السيدة لويزا ماشيكي وابو مرحبا بالحضور على مشاركتهم الكبيرة في هذا الحفل. وتؤكد هذه المشاركة النية المخلصة للتلاحم والترابط الأفريقي في جميع المناسبات. عقب الكلمة الترحيبية أدى الرئيس الرواندي بول كاغامي المنتخب لمدة 5 أعوام المقبلة اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية، متعهدا بأنه سوف يؤدي مهامه بكل مصداقية. عقب أداء اليمين الدستوري تم عرضا عسكريا ضخما تشمل كل الوحدات الرواندية. وعقب ذلك ألقى الرئيس بول كاغامي كلمة طمأن من خلالها الشعب الرواندي على التزامه التام بأنه سوف يعمل جاهدا على تحقيق التنمية لجميع المواطنين، متطرقا إلى برامجه السياسي لولايته المقبلة، كما تعهد بأنه سوف يهتم بالمسيرة التعليمية والصحية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، كما قال أنه سوف يقف جنبا إلى جنب مع الشعب الرواندي في السراء والضراء. كما ذكر الرئيس الرواندي بأن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات أمثال الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها،
والإرهاب الذي أصبح يشكل خطرا على قارتنا السمراء، فيجب علينا أن نتكاتف جميعا لتصدي هذه الأزمات. ونذكر بأن حفل التنصيب التي شاركت فيها جميع جمعيات المجتمع المدني ومختلف فئات الدولة والشعب الرواندي قد نظمت أمام ساحة التنصيب العديد من الرقصات الشعبية نالت إعجاب الحاضرين. وبعد مشاركته في العاصمة الرواندية كيغالي في حفل تنصيب الرئيس الرواندي، فقد عاد قبل قليل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينة، كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الحكومة باهيمي باداكي ألبير وأعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية بمكتبه المدني والعسكري وعمدة بلدية أنجمينة يسكر أناتشات. ورواندا تربطهما علاقات قوية في العديد من المجالات.